طيب خليني برضو عايز اتكلم، يمكن قبل ما نخش في تفاصيل برنامجنا عايزين نتكلم على يمكن جزء شغل السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت شويه، خاصه بالنادي الاهلي والثلاث لاعبين اللي يعني خرجوا من قائمه النادي الاهلي. بنتكلم على احمد الشيخ، صالح جمعه، وبادجي. خلينا نتكلم بشكل احترافي شويه. اكيد يعني موسم منتهي ان شاء الله مع نهايه كاس مصر باذن الله، النادي الاهلي توج يعتبر موسم منتهي، والتحضير للموسم الجديد دايما على رؤيه المدير الفني. انتوا عارفين موسيماني جه في وقت صعب جدا، جه في وسط الموسم قبل مباريات كبيره، مباريات مهمه، لكن كمان بعد الحصول على هذه البطولات الحمد لله، بطوله افريقيا وان شاء الله بطوله كاس مصر، كان لازم التحضير للموسم اللي جاي. الرؤيه الفنيه مهمه جدا جدا، بيتعرض الرؤيه الفنيه من خلال المدير الفني موسيماني، بيعرضها على لجنه الكوره، وبالتالي خروج الثلاثي مع الاحترام الكامل للثلاثي. يمكن في ناس اتكلمت بشكل كبير جدا، يمكن خاصه على صالح جمعه، اصله رايح فين، اصل احمد الشيخ هيروح نادي كذا، اصل بادجي هيروح كذا. خلينا نتكلم من وجهه نظر احترافيه شويه، ان النادي الاهلي اكيد ليه رؤيه فنيه واضحه من خلال المدير الفني موسيماني، بيحضر لموسم قادم، عارف بالظبط احتياجات الفريق وعارف امكانيات اللعيبه. موسيماني خلال الفتره اللي فاتت تعرف بشكل كبير جدا على امكانيات صالح جمعه وعلى احمد الشيخ وبادجي وكل الفرقه، حتى الاولاد الصغيرين اللي طالعين. فالقائمه اللي اتحطت ديت قائمه اعتقادي انا الشخص النادي الاهلي بيتعامل دائما باحترافيه، والله المدير الفني عنده رؤيه فنيه، مش محتاج الثلاث لعيبه دول. مش معنى مش محتاج الثلاث لعيبه دول ان الثلاث دول اللعيبه وحشين، لا، اللعيبه كويسه. احمد الشيخ كان عامل شكل كويس مع المقصه، صالح جمعه امكانياته كويسه، بادجي كان لا باس به، كل دوت ممكن نتكلم عليه، لكن رؤيه الجهاز الفني والمدير الفني للنادي الاهلي هو شايف في الاطار الصحيح وبنحترم دوت. ومفيش اي حد في العالم بيخرج يقول لك اصل ده رايح الحته الفلانيه، اصل ده حقيقي. خلاص اللي بيخرج بنتمنى له التوفيق، بنتمنى لصالح جمعه التوفيق، هو مضى مع فريق سيراميكا الانديه الصاعده للدوري الممتاز، نتمنى له التوفيق يكون ان شاء الله يتالق في سيراميكا. ومعنى ان صالح جمعه لو تالق في سيراميكا مش هيكون معناه الله اصله ما خدش فرصه في النادي الاهلي، لا، الكلام كلها يعني خلينا نتكلم بشكل احترافي شويه. نتمنى التوفيق للثلاثي احمد الشيخ بادجي وصالح جمعه، وخلاص احنا سبورت لفرقتنا، سبورت للناس اللي هتيجي، الناس المتواجده، ورؤيه فنيه، وما نحاولش بقى نكبر الموضوع ونتكلم في فرقتنا، نتكلم في مشوارنا، نتكلم ان شاء الله على بطولاتنا الفتره اللي جايه.